درسك الأول مع ألف. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء. يجري اتباع الخطوات الآتية للاستمتاع بدرس ألف الأول. أولا، استلم حساب الدخول إلى منصة ألف. استخدم كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بك من المعلم. ثانيا، افتح الحاسوب وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصتين بك. ثالثا، ادخل هذا الرابط في متصفح كروم. رابعا، ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للدخول الى منصة ألف، نفس الحساب الذي استخدمته للدخول الى الحاسوب الخاص بك، ثم انتظر التعليمات من المعلم لبدء درس ألف الأول. خامسا، انتج درس ألف الترحيبي الأول بعنوان مرحبا بكم في ألف. سادسا، تأكد من إكمال الدرس الترحيبي وأداء تأشيرة الخروج، وفي حال مصادفة أي مشاكل تقنية الرجاء طلب المساعدة من المعلم. تذكر ضرورة عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصتين بك مع زملائك، والاحتفاظ بهما في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. إلى اللقاء.